مساء العسل، رجعنا تاني ومزيد من هورايزون زيرو دون عشان نكمل بقى الميشنز الجانبية. عندنا ميشن جانبية اسمها معسكر قطاع الطرق ظمأ الشيطان، دي يعني هنتجه لها مباشرة دلوقتي قبل ان نستأنف المهام الرئيسية. معاكم احمد بهجم، قد فرجني يا جماعة، ولو انت اول مرة تشوف فيديو اوعى تنسى تشترك فيه في القناة قصدي يعني، ولو انت مشترك التفاعل مع الشباب الفيديو ينتشر. ويلا بينا نلعب. نلعب منين بقى؟ حلو، نلعب منين؟ نذهب منين؟ هنا ذكر فار لمعسكرا للصوص في الأنقاض المعدنية، لابد أنه المكان، يجب توخي الحذر الشديد. طيب احنا كده وصلنا لهذه الميشن. شوف الراجل ده كده، يعني هو ده بيل اللي عايزني اكلمه. سعيد بقدومك. انت سعيد؟ لما؟ لقي به اهتمام مشترك، ولقي بي نينال. انظري الى تلك الصخور، اسفلها عشيرة قطاع طرق. حرك الصخور وسيخرجون متلوين كالديدان. قطاع طرق، لما اتوا الى هنا؟ إن النورا في مشكلة، تنتشر الشائعات كالنار في الهشيم. بدون محاربين يحرسون الحدود، يتوق القتلة للدخول. تعقبت أنا وشريكي هؤلاء الحثالة، كان جيدا لكنه تقدم من دوني. لقد تحدثنا عن هذه التصرفات، لكني أفهم. اترك القوس طويلا وستشتاق أصابعك له. أخبريني، ما رأيك في أن نقتلهم معا جميعا؟ نعمل قتل جانج بانج قتل تمين. أنا لا أعرفك، ولا سبب لدي لأثق بك. الثقة بيضة نادرة لإيجادها. أنا مسافر ذو قوس وقلق على حالة تلك الأراضي وشريك مفقود. لا أعتقد أنك مجرد شيء بخير. دعيني أصغ هذا. قاطعة طريق؟ بالطبع لا. ليس لديك ما تخشينه مني. حسنا، عشان ننجز. على أحدهم إيقافهم عن إيذاء الآخرين. وسنفعل، سنوقفهم عن فعل أي شيء. يطلع نصاب الصراخ. تولي المقدمة، أتطلع لرؤية ما أنت قادرة عليه. هم عاملين زوم على وشه كده، إيه عشان مرتاحش، شكله مش مريح. But let's do it. إنه الإنذار، فليسمعه وسيأتوا راكضين. إنها هدية. هيسمعوه زي ده بقى. إن كنت من النوع البطولي فمن يحتاج المزيد؟ يوجد أسرى. كل شيء حاد وظاهر في المطر. طيب فين قطاع الطرق؟ خد عامل ايه دلوقتي؟ هما دول؟ اوه. طب دول هقتلهم، ده قصة بقى، ده حوار. طب نعبي بقى الأسلحة. قناص، ناخد في القناص الأول. هيرجع تاني. بهشوفني. يمكنني سماعك اعتقد. روح من قدامي يا عم انت. لقد
لقد رآني. ها نحن ذا. لازم نخدها بقى بداس. كلهم أليرت خلاص. القناص ده هو ده المشكلة. اوكي خلينا نذهب نجرب كده. ستدمرك هذا. تعال هيد شوت. اوبا لايت 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 لايت. هيا تو سلو بيتش. ناخد اللي معاك بس الاول كده في السريع. ايوه ده انت تابعي. معلش خدش بالي منك. خد دي. هنا. انا كل مرة اعمل الحركة الغبية دي. معوش. او انا معيش اماكن كفاية. عايزين الراجل ده. فين القناص؟ راح فين؟ لا عليك مني. لا عليك مني. انتهى البحث. انا قصت عليهم تماما. ستسقطك. نلت منك. المكان ده كان مكان خاطئ بصراحة. ده كتير قوي. يعني الأسهم ولا بتفرق. عثرت علي. نطلع على ده نخلصه بسرعة. خد دي. ضربة واحدة بتخلص كل حاجة. قطاع الطرق في الأم أغنية جدا يعني. فين الباقي؟ دول جوه هنا. لابد وأنهم أسرى اللصوص. اخي اخي اوعى من قدامي يا عم انت. اه
انا كنت بفضل والله نفسي اعمل موضوع الستيلف ده هنا. لازم اخلص على الناس اللي كلها الاول. اقضوا عليهم. هنا مين تاني؟ خلاص خلصت كليرت. انا عندي بقى كام كامب بقى من الكامبات دي. نصاب ولا مش نصاب؟ هلا اتحدث اليك بهدوء. بهدوء. طيب انا كنت فاكر في غنيمه جوه كتير كده. تحدث الى النيل. طب ايه الحاجات اللي انا الناس الجثث اللي ميتة دي مش كان المفروض فيها حاجات كولكتابلز؟ اي باحثة، هلا تدنيت المستوى وحدثتني؟ يا لهوي على التواضع. قليلا هلا تدنيت الى مستواي وحدثتني، يعني مش معقولة التواضع. مين ده؟ توم؟ جوم. انه لشرف لي، انا المجد للام العظيمة. هل انت بخير؟ اتحتاج اي شيء؟ اجل، رأيناك تطهرين المعسكر من رجال العصابات. اننا سعداء، كانوا يسرقون منا ويطاردوننا ليلا ويضحكون. اننا منبوذون لا محاربون، إننا بلا دفاع. من أين أنتما؟ ليه منبوذون الأول بس هزارة؟ كيف صرت منبوذا؟ لقد كنت أحمق، رفضت فعل ما أمرت به. أبيت الصيد حينما أمكنني الجلوس تحت شجرة. لقد جادلت أسرتي في كل شيء. تشاجرت مع المحاربين، وفي يوم اشتد أحد شجاراتي. لقد ضربته، كان سيء الحظ، وافته المنية، ولم يكن هناك أحد ليدافع عني. أنا أستحق أن أكون منبوذاً. تبدو مختلفاً عن الشخص الذي تصفه. آمل ذلك. أنتم معاً؟ كيف تجمعتم هنا معاً؟ تتساءلين كيف نتحدث رغم تحريم القانون؟ لكن أي أمل لدينا هنا خارج هذه البوتقة وحدنا؟ أنا لا أنتقدك، لقد كنت منبوذاً. سامحيني، سؤالك مبرر. أنا أقنعتهم بالحديث. لقد أخبرتهم أنه حكم علينا بالنبذ وليس الموت هنا. طريقة ذكية. من أين أتيتم؟ بعضنا جال في الأراضي المقدسة لسنوات. بالنسبة لي، قريتي احترقت أثناء الغارات الحمراء. أنا أشعر بالخزي أني لم أكن هناك لحمايتهم، لكني كنت منبوذاً قبل مجيء الكارجا. الكارجا، طيب مع السلامة. نحن جميعاً منبوذون، لكن علينا أن نتعاون لننجو. هذا المعسكر الذي كرهناه سيخدمنا الآن. هل أبقيتنا هنا حتى ولو عارض هذا قوانين الجدات الحكيمات؟ طبعاً، هذا أكيد. كنت آمل أن يكون هذا ردك. أنت مصدر وحي لنا، شكرا لك. طيب ألف شكر. نروح بقى نكلم ايه نيل. زجاج صحراوي، غريب الزجاج الصحراوي ده. لا يمكنني حمل المزيد. ماشي. وهنا برضو اتفضل يا باشا.
في غنيمة بالهبل هنا. نتكلم بقى مع نيل. تفضل يا باشا ارغي. هذا جيد أليس كذلك؟ احبسي هذا لنفس أخير ثم أخرجيه. لم أجد شريكك. قتلوه. أنا متفاجئ، لقد أصيب بالغرور حينما قضينا على آخر معسكر لقطاع الطرق. ظننتنا كنا متفقين، الاستمتاع بالقتل على قدر التحدي. ليست بخسارة، كل ما في البراري أتولى أمره، فقط أنا وصوت أسناننا هنا. هل لقوسك اسم؟ ما اسم قوسك؟ أنت تاني؟ أنت لست مجرد مسافر، الدرع مناسب لك وطريقة حملك لقوسك. لقد قلت إني مسافر مهتم، كنت جندياً، لكني كنت جندياً لما بعد فترة الحرب. المكان حيث يعبر سهم بين درع وجلد هو الذي أنتمي إليه، لذا أقتنص فرص إيجاده كالعودة للمنزل. أفكرت يوماً بصيد روبوتات؟ ليس لديهم تلك النظرة في أعينهم. نظرة هل أخطأ قطاع الطرق بحقك؟ أخطأوا بحقنا، حياتهم حقيرة فليموتوا بتلك الطريقة. تصطادهم لمساعدة الآخرين؟ لا لا، كرياضة. لم يعد بإمكان انتظار الحروب، الحياة قصيرة للغاية والموت حاد. إن قتلت أحد رجالهم فسيثأرون منك، استطي خنزيرا سيشكون لإهدارك اللحم. قطاع الطرق إنهم أشرار، دائما يقاتلون ولا أحد يكترث إن قتلتهم. عندك حق والله يا ابني. هذا الأجل مصلحة، عندك حق صراحة. أنت تفعل الشيء الصحيح للسبب الخاطئ. أفعل ما أحب، وما الخطأ في هذا؟ زي ما أنا بسجل كده فيديوهات على اليوتيوب. مع السلامة يا كابتن. انتهينا. هنا أخشى هذا، نعيش في عالم من الأطلال يجذب قطاع الطرق كما تجذب الأمراض الجراح. ما كنت لتسمحي بتفشي المرض. سنلتقي مجددا. ربما إن لم يكن من ذلك مفر. إن مررنا ببعضنا فسنعرف هذا من عملنا. معسكر قطاع الطرق ظمأ الشيطان. خلاص أثر قائدة الحروب. دلوقتي رجعنا للميشن الأساسية التانية. عندنا الخريطة، عندنا وصلت مستوى 9. واو جريت جريت. طيب احنا عندنا اي ميشن تانية ممكن نعملها برضو في السريع كده قبل ما نخلص الفيديو؟ مهام عملنا معسكرات قطاع الطرق، في واحدة بس اللي هي اراضي الصيد، انشطة مفتوحة دي open activities. مهمة مفتوحة مستودع قديم، باحث عن بوابات مستوى 12. اعتقد مفيش غير اراضي الصيد بتاعت نورة، نعملها اكتف ونذهب الى هناك في السريع. تالي كانت بعيدة شوية. عندنا مهارات، جالي مهارة، اعتقد دول كلهم 2، مفيش حاجة ينفع احطها دلوقتي. anyway let's go there. مع السلامة يا كابتن، اشوفكم بقى لاحقا يا شباب هناك. لاجل الطريق. مصلاتي يلتقط إشارة من نوع ما، أستطيع مسحها. دي الإشارة؟ إيه اللي موجود هنا؟ تم اكتشاف الأبطال القديمة. مبلل، لكنني دبغت هذا الجلد بشكل متقن، سيتماسك. أقبل إشارة من مصلاتي.
يا عيني على البيرد. حلوة الصيدة دي. أول وزة أصطادها من ساعة ما لعبت اللعبة. إيه اللي بيخبط هناك ده يا جماعة؟ الإشارة صادرة من رأس طويل العنق. أوه. سأجد طريقنا لتسلقها. كما طويل العنق. ده زرافة الروبوتس. طب دي يعني ازاي بقى اتسلقها؟ اضغط وانا عندنا كل مؤشر اثار تعطيل. من الخطير تسلق اقدامي، علي ايجاد طريق اخر على ظهري. ازاي بقى؟ اطلع فوق المبنى ده مثلا. لن يتم هذا بهدوء. طب ده راح بعيد جدا، يعني راح له منين ده بقى؟ طب ما ينفعش حد مساره؟ ماشي، انا شكل كده هقعد ايه اجري وراه. ايوه تسلق ازاي؟ دوس على المثلث مثلا. نط هنا. نط ازاي؟ اتسلق ازاي؟ ازاي؟ ايوه ماشي بالدور. يلا طويل العنق. ايوه سيطر عليه. لحظة فحسب وسأقفز من على ظهري. واو واو خليل العمق يتذكر كل شيء في طريقه ويرسل ما يراه لبقية الروبوتات. اوه نزول الاسفل. طب انزل بقى فجأة كده يعني ادوس مثلث خلاص هنزل. طب ايه ما ينفعش اخليه يوديني يوصلني طيب وهو طويل كده؟ طب ننزل. اوه ماي جاد اميزنج. هدوء. طيب نروح بقى ايه اختبارات الصيد ونقف هنا. هشوف احنا ممكن نقف هنا يا جماعة نعمل بس السيف دي السريعة. ولا ايه؟ خلينا نكمل. ولا نقف. والله بصوا موضوع الزرافة الروبوت دي موضوع انترستنج جدا، وانا شايف اللي هو ممكن اقفل عليه فيديو يا جماعة ونكمل السايد ميشن التانية بعد اللي هي ابدأ اختبارات الصيد دي بعد في الفيديو اللي جاي.
ايه رايكم؟ انا شايف كده برضو، بس هو في تعليقات في تحت لو عايزين الفيديو يبقى اطول من كده ممكن اطوله شويه عادي ما عنديش مشكله، لو عايزينه قصير ولذيذ كده نخليه في اللذيذ وقصير زي ما تحبوا يا جماعه، سيبوا لي الكلام بتاعكم في تعليقات تحت. يا رب تكونوا استمتعتوا بالمشاهده. كان معاكم احمد بهجه مخاطف الرقني، واشوفكم في فيديو جاي في بدء اختبارات الصيد مع الوي وهورايزن زيرو دون، ومع السلامه.